بطنك المترهلة والكبيرة مهما كان، حتى لو كان وزنك فوق 100 كيلو، هتشلك دهون الكرش، هتشلك الدهون السفلية، هتشد الترهلات جدا، هتخسس بطنك جدا، هتحرق الدهون بشكل رهيب جدا. اوعي تفوتك الوصفة دي، الوصفة دي من اقوى المكونات لشد الترهلات وتخسيس البطن بشكل سريع جدا. شير ولايك يا بنات. ورحمة الله وبركاته، اهلا باخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات صحية مع مايا. النهاردة ان شاء الله جايبة معاكم وصفة حلوة جدا، حلوة قوي قوي، هتعجبكم قوي، لشد ترهلات البطن، تخسيس الجسم، تخسيس البطن فقط، شد اي ترهلات حتى الدهون السفلية والدهون الجانبية، هتشلك اي ترهلات وهتخسس بطنك، والنتيجة هتشوفيها بعينيكي من اول ان شاء الله ما هتستخدميها، هتلاقي نتائج حلوة قوي. بس بالله عليكي الطريقة مهمة جدا، علشان في يعني انا بعمل الوصفة بطريقة معينة عشان تجيب معاكي نتيجة، فبالله عليكي ركزي معايا، ما تاخديش المكونات وتمشي، علشان انا بتعب، ببقى عايزه ان انت تستفادي مني. قبل ما ابدا وصفتي، لاول مره تشوفي قناتي ما تنسيش حبيبه قلبي تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. اول حاجه معايا هنا الفازلين، تمام، ومحتاجه نوع فازلين يكون نوع كويس، يعني اقل نوع كده ممكن تجيبيه كان بيور، ممكن في انواع اغلى ممكن تجيبيها، بس الانواع اللي هي اللي مش معروف لها اصل دي بلاش عشان بتضر الجلد. هبدا اخد من الفازلين بتاعي معلقه. طبعا الوصفه دي ما ينفعش معاها كريم مرطب، فما ينفعش انك تستبدلي الفازلين بكريم مرطب، انا عايزه معلقه بس من الفازلين. ويكون زي ما قلت لكم اهو بالشكل ده كده، هنحطه في يعني فنجان بالشكل ده كده من الفازلين، تمام. وهنبدأ ان احنا نجيب بالشكل ده كده طبق كبير، وهنبدأ ان احنا نحط فيه الفازلين بتاعي. هتبدأي تنزلي بقى بمية تكون سخنة بالشكل ده كده، الفنجان مع تحت منه المية السخنة في طبق تاني، تمام. وهتبدأي ان انت بالراحة، الموضوع مش هياخد منك وقت ولا حاجة، هتبدأي بالراحة ان انت تقلبي الفازلين بتاعك في حمام المائي، بحيث ان احنا عايزين ان الفازلين بتاعي ده يبقى عبارة عن زيت ويدوب خالص في الحمام المائي. هتبدأي تقلبي، هتلاقي الفازلين بيبدأ يدوب معاكي، مش هياخد وقت خالص. بصوا حبايب قلبي الفازلين بدأ يدوب معايا خالص اهو، بصوا هقرب لكم برضو، بصوا داب معايا، انا عايزاكي يبقى في القوام اللي داب معايا فيه ده، ان هو يكون عباره عن زيت، وما تشيلهوش بقى واحنا بنحط المكونات، ما تشيلهوش. خلي بالك في خطوه تانية غير خطوه الفازلين، مهمه قوي، علشان الاثنين هنعمل بيهم الوصفه مع بعض، تمام. هتبداي ان انت تاخدي معلقه على الفازلين دي، نص معلقه صغيره من الشابه او شاب الفؤاد، بتبقى احجار وبناخدها وبنحطها، شابة المطحونة يعني بتجيبيها من عند العطار مطحونة، وانتي لسه المكونات بتاعتك هتحطيها، ولسه الفنجال بتاعك فوق المية كده، علشان خاطر ايه؟ بصوا يبقى الحاجة دايبة معاكي وتتجانس مع بعضها، تمام. بيبقوا بصوا بتبقى احجار زي كده، وبتجيبيها وبتحطيها ايه في المطحنة وبتطحنيها، تمام. هنبدأ ان احنا نجيب قهوة، وممكن تحطي، ممكن تجيبي نسكافيه، او ممكن تحطي القهوة سريعة الذوبان، او ممكن تجيبي القهوة العادية. هناخد من القهوة معلقة بالشكل ده كده صغيرة من القهوة، وهتبدأي برضو والمكونات بتاعتك لسه على الحمام المائي، تبدأي تقلبي عشان المكونات بتاعتك تتجانس مع بعضها بالشكل ده لحد ما يتجانسوا خالص، تمام. في بقى مكون رهيب هنحطه دلوقتي، معلقه من الزنجبيل البودر، وهنبدا ان احنا نقلبه مع بعض. بقى معايا كريمه اهو، ممكن تستخدمي، انا بعمل لكم حاجه تجريبيه، فانت ممكن تعملي كميه كبيره، تمام، وتحتفظي بيها عادي، بس انا بعمل لك حاجه زي معلقه كده تجريبيه للوصفه، شايفين عامله ازاي، تمام. خلاص احنا كده خلصنا الطريقة او الحركة الاولى في الوصفة. الطريقة التانية ان احنا هنجيب طبق تاني بالشكل ده كده، تمام، وهنبدأ ان احنا نحط فيه
يعني ربع معلقة صغيرة من ملح الطعام العادي، ربع معلقة بس، تمام؟ وهنبدأ ان احنا ننزل على الملح الطعام العادي ربع المعلقة، هننزل عليهم بنص كوباية من المية الدافية، الدافية مش المغلية، تمام؟ وهنبدأ ان احنا ندوب الملح الطعام العادي في الشكل ده كده في المية، لحد ما الاقي ان الملح داب معايا خالص بالشكل ده، تمام؟ بعد كده بعد ما الملح يدوب خالص، اهم حاجة ان الملح معاك يدوب، يعني ما ينفعش ان احنا ننزل بالمكون التاني الا لما الملح يدوب، وطبعا دي ربع معلقة فهتلاقيها دايبت خلاص يعني معاكي على طول، تمام؟ وهتبدأي ان انتي تجيبي معلقة من الخل الابيض، وممكن تستبدليه بخل التفاح، يعني انا مش هقولك مثلا ده ضروري، لا ممكن تحطي خل تفاح لو انتي حابة ده، تمام؟ لو مش متوفر عندك خل تفاح تحطي خل ابيض. احنا مش هناخد غير معلقة واحدة بس، ركزي معايا بالله عليكي، نص كوباية من المية الدافية على ربع معلقة من الملح على معلقة واحدة بس من الخل، لانك لو زودتي غلط، لو قللتي مش هتجيب نتيجة، فعشان كده دايما بقول بالله عليكم ركزوا معايا. بعد كده حبيبة قلبي هتبدأي تقلبيهم كويس قوي لحد ما تلاقيهم تجانسوا مع بعض خالص بالشكل ده، تمام؟ دي خطوة مهمة قوي علشان الوصفة تنجح معاكي. طيب يلا بينا بقى نقول طريقة استخدام الوصفة. اول حاجه الوصفه دي هتستخدميها بالليل، يعني هتحطيها على بطنك قبل النوم مباشره، تمام؟ هنبدا ان احنا ناخد المحلول ده ونيجي على بطننا بالشكل ده كده، ونجيب قطنه زي ما انت شايفه بالشكل ده، قطنه عاديه او قماشه نظيفه، بلاش منديل عشان القطن بيكون جامد شويه، او قماشه نظيفه يعني. وهتبدأي تيجي والميه الدافيه بالخل والملح موجودين، وهتيجي على بطنك وتقعدي تدلكي. احنا بنفتح مسام وبنحرق، ما تقلقوش خالص. بعد الوصفه هقولك تعملي ايه علشان ما تتحسسيش لو انت بشرتك حساسه. وهتبدأي تاخدي كده وتبدأي تدلكي بالشكل ده كده اهو، وتدلكي كده اهو، تمام؟ بعد ما هتقعدي تدلكي حوالي دقيقتين عشان نفتح مسام الجلد ونعمل على تنشيط الدورة الدموية للبطن والجناب، هنبدأ ان احنا ننشف، تمام؟ هننشف ايدينا كويس قوي كده اهو بالشكل ده، وهنبدأ ان بطننا قصدي، وبعد كده هنبدأ ان احنا ناخد من الكريم بتاعنا وهنبدأ ان احنا ندهن بالتدليك المستمر برضو لمدة دقايق، يعني دقيقتين. التدليك ده مهم جدا يا بنات، يعني انا مش عايزاكي تحطي الكريم وخلاص، انا عايزاكي تدلكي، عشان التدليك ده انت كده بتخلي جلدك يمتص الكريم ويعمل معاكي نتيجة حلوة، تمام؟ بعد ما هتعملي عملية التدليك ده هتسيبي الكريم ده على بطنك لمدة ساعتين باللف التنحيفي، وده ضروري، او ممكن انك تحطي حزام اي حاجة تلفيها على بطنك، اهم حاجة ان انت تحطي كيس بس عشان ايه، لو قماشة هتمتص الزيت الكريم، وهتسيبيه يا اما تحطيه طول الليل وده يكون حلو قوي، يا اما تحطيه ساعة واحدة او ساعتين في اليوم. استخدميه يوميا لمدة 3 ايام مش هتلاقي عندك كرش خالص. يا رب اكون قدرت افيدكم، ما تنسونيش اللايك، والسلام عليكم.